موضوعنا إن شاء الله في المحاضرة الأولى من مقرر الاندماج والاستحواذ على الشركات هو تقديم بعض التفسيرات المالية لعمليات الاندماج والاستحواذ على الموضوعات اللي هندرسها مع بعضنا هي أول موضوع دوافع الاندماج والاستحواذ. الموضوع الثاني هل يمكن تحقيق وفرات ضريبية من الاندماج وكيف يمكن ذلك؟ بعد كده عايزين نفسر ايه العلاقة بين الاندماج ومخاطر الإفلاس. بعد كده كيف يتم استخدام الاندماج لتخفيض المخاطر. أول حاجة هندرسها اللي هي دوافع الاندماج والاستحواذ على الشركات. عايزين نعرف إيه الدوافع المختلفة اللي بتؤدي لإن الشركات بتبحث عن الاندماج أو الاستحواذ على شركات أخرى. طبعا لازم يكون في حاجة محددة أو حاجة معينة. الحاجات دي مش هتخرج عن أو يمكن تأملها من أربع زوايا. الحاجة الأولانية اللي هو التوسع والنمو، يعني منشأة عايزة تزود حجم أعمالها، يبقى في الحالة ديت ممكن بدل ما نعمل توسع مباشر، بدل ما نعمل استثمار جديد، أنا ممكن أعمل اندماج أو أسيطر أو أستحوذ على شركة موجودة في الواقع العام. بعد كده الدافع الثاني تعظيم القيمة السوقية للمنشأة بعد الاندماج. قيمة المنشأتين قبل الاندماج ممكن يزيدوا بعد الاندماج، يعني بعد الاندماج قيمة الشركتين مع بعضهم تكون أكبر من قيمة الشركتين لو منفصلتين. بعد كده موضوع اسمه التعاون بين الشركات. التعاون بين الشركات اللي هو هنتناوله تحت تأثير حاجة بيسموها 2+2=5 وليس 4. بعد كده التنويع وتخفيض المخاطرة. أنا لما بعمل تنويع يبقى إذا ما بين شركات، وخاصة إذا كانت هذه الشركات غير مرتبطة إحصائيا أو ماليا، يبقى في الحالة دي ممكن أن تنخفض المخاطرة بعد الاندماج. في حالة رغبة المنشأة في الاندماج من أجل التوسع والنمو، هنا بيكون قدام المنشأة أسلوبين للتوسع أو للنمو. أول حاجة نقدر نسميها التوسع الأساسي. يعني إيه التوسع الأساسي؟ ممكن نزود استثماراتنا، ممكن ننشئ فرع جديد، ممكن نعمل استثمار جديد، وتبقى هنا المشكلة ممكن تكون في توفير أو تدبير مصادر التمويل. فممكن المنشأة تعتمد على أرباحها المحتجزة، يعني منشأة بتحقق أرباح بدل ما نوزعها على المساهمين نحتجز جزء من أجل التوسع الأساسي. ممكن أيضا يتم عن طريق إصدار أسهم عادية جديدة، يعني ممكن المنشأة تقرر إصدار أسهم عادية جديدة لتمويل التوسع الأساسي. لو عندي فرصة إن أنا أتقدم بطلب الحصول على قروض من أجل تمويل التوسع يبقى ده أعتقد جيد، لأن الاقتراض وسيلة من وسائل الجيدة لتمويل المشروعات الناجحة. النوع الثاني من أساليب التوسع هو الاندماج أو الاستحواذ. الفرق بين التوسع الأساسي والاندماج أو الاستحواذ إن التوسع الأساسي بيحتاج إلى فترة تهيئة الأرض وشراء المعدات والبنى، ويعني عايزين فترة زمنية من أجل حدوث هذا التوسع. أما في الاندماج فهو بياخد مفاوضات فترة معينة، بعد ما ننتهي بالمفاوضات إذا نجحت هذه المفاوضات هنلاحظ إن التوسع تم طفرة واحدة.
وليس على فترات زمنية طويلة. الجدول اللي قدامنا بيوضح مقارنة بين أسلوبي التوسع، يعني ممكن أعمل توسع أو نمو عن طريق الاندماج أو الاستحواذ أو عن طريق التوسع الأساسي. أول حاجة بالنسبة للفترة الزمنية، طبعا إذا كان الفترة الزمنية قصيرة، يعني إذا كان مطلوب التوسع خلال فترة قصيرة، يبقى الاندماج أفضل من التوسع الأساسي. طب التكلفة، طبعا الاندماج علشان سريع وبيستغرق فترة قصيرة، إذا تكلفته هتكون أعلى من تكلفة التوسع الاستثماري. طيب الاندماج قد ألجأ إليه في حالة وجود منافسة كبيرة، يعني إذا كانت في منافسة كبيرة وعايز أخش السوق ده بسرعة، يبقى في الحالة دي عمليات الاندماج بتكون أفضل من التوسع الأساسي. بالنسبة لمخاطر النشاط، أولا إحنا بنتكلم على حدوث مخاطرة. إذا حدثت مخاطر النشاط تحققت، إذا الاندماج هيبقى كارثة، لأن الاندماج تم بسرعة والمخاطرة حدثت، إذا هيتم هنا كارثة. لكن في حالة التوسع الأساسي، أنا ممكن لو حصلت إن حالة ركود اقتصادي، حدثت حالة ركود اقتصادي زي الحالة اللي احنا عايشينها دلوقتي على سبيل المثال، في الحالة دي أنا ممكن أتوقف عن التوسع الأساسي أو أوقف عملية التوسع لغاية ما تتحسن الظروف الاقتصادية. لكن طبعا في الاندماج هيتم الاندماج بسرعة، التكلفة عالية، لو حدثت أخطار النشاط يبقى في الحالة دي في كارثة. مرحلة تطور السوق، طبعا لما السوق بيصل إلى مرحلة النضوج، يعني إيه؟ يعني مفيش فرصة لدخول شركات جديدة، يبقى في الحالة دي الاندماج ضروري للتوسع. وطبعا هنا بيكون في حالة مفضل في حالة الشركات الكبيرة. لكن طبعا لو عندي مرحلة الاستقرار، يبقى في الحالة دي ممكن أعمل توسع، وبخاصة توسع أساسي، وبخاصة للمشروعات الصغيرة. السبب الثاني اللي بيدعوني إلى الاندماج هو تعظيم قيمة المنشأة بعد الاندماج. أول حاجة إحنا هنا هنتكلم على الآثار المالية للاندماج في حقيقة الأمر. أول حاجة الاندماج هيؤدي إلى نشوء شركة كبيرة. الشركات الكبيرة دي بتتمتع بقدرة أكتر على إصدارات جديدة بتكلفة أقل من الشركات الصغيرة، يبقى أستطيع إن أنا أصرف كميات كبيرة أو أصدر كميات كبيرة من الأوراق المالية أولا بسرعة وبتكلفة إصدار أقل. طيب هذه السرعة وهذه تكلفة الإصدار الأقل، لو تصدرت هذه المعلومة للمستثمر، المستثمر هيطلب معدل عائد أقل على استثماراته. انخفاض معدل العائد على المطلوب على الاستثمارات يؤدي إلى زيادة قيمة المنشأة. فإذا القيمة بتاعت المنشأة بعد الاندماج نتيجة كبر حجم هذه المنشأة هتكون أكبر من مجموع حاصل جمع الشركتين قبل الاندماج. السبب الثالث هو بنسميه التعاون أو التآزر، أو التعاون بين الشركات. التعاون بين الشركات، في عندنا كلمة أو يعني عبارة شهيرة بتقول إن 2 + 2 = 5 وليس 4. طب الاتنين زائد اتنين هيساوي 5 وليس 4 ليه؟ لسبب بسيط، احنا قلنا إن قيمة المنشأة بعد الاندماج بتكون أكبر من مجموع قيمة المنشأتين قبل الاندماج. يبقى إذا نتوقع كده إن يحصل زيادة في سعر السهم بعد الاندماج، يبقى لو حصل اندماج للشركتين نتوقع هنا ارتفاع القيمة السوقية للأسهم. هذا الارتفاع في القيمة السوقية للأسهم ممكن ده نسميه تأثير 2 + 2 = 5،
وهذا التأثير أو هذا التآزر أو هذا التعامل أو هذه الزيادة في القيمة ممكن نرجعها إلى تأثيرين، اللي هو الأثر التجميعي التشغيلي والأثر التجميعي المالي. قلنا من أسباب الاندماج اللي هو التعامل أو التآزر بين الشركات، اللي هو تأثير 2 زائد 2 يساوي 5 وليس 4. اللي قلنا هنا هيرجع هذا التآزر أو هذا التعاون أو هذه الزيادة في القيمة إلى حاجتين: الحاجة الأولانية الأثر التجميعي التشغيلي، الحاجة الثانية الأثر التجميعي المالي. إيه الأثر التجميعي التشغيلي ده؟ أول حاجة وفرات الحجم. لما بنشتغل على نطاق واسع بينشأ حاجة اتعلمناها في علم الاقتصاد اللي هي اسمها وفرات الحجم أو الإنتاج على نطاق واسع، وفرات الحجم أو اقتصاديات الحجم على نطاق واسع. تاني حاجة القوة التسويقية، القوة التسويقية، القوة التسويقية دي اللي هي لو حصل اندماج والشركة كبيرة، أعتقد إن الشركة دي ممكن أن يكون لها احتكار أو ممكن تؤدي إلى احتكار في السوق، وبالتالي التحكم في سعر السلعة يبقى تسعير احتكاري. الحاجة الثالثة زيادة الكفاءة، زيادة الكفاءة. طب نشوف مثل على سبيل وظائف التسويق، وظائف التسويق والمحاسبة والمشتريات، الوظائف الإدارية بصفة عامة بعد الاندماج. ممكن وظيفة التسويق، أنا عندي مثلا من ضمن حملة إعلانية للشركة الأولانية لوحدها، حملة إعلانية للشركة الثانية لوحدها. لو عملنا اندماج ما بين الشركتين يبقى إذا هنوفر في تكاليف الحملة الإعلانية. تاني حاجة الانتاج على نطاق كبير. لما انتج على نطاق واسع يبقى في الحالة دي اقدر اخفض تكلفة انتاج السلعة. يبقى اذا عندي دلوقتي هقدر اخفض تكلفة انتاج السلعة، هقدر اخفض في تكاليف التسويق، اقدر اخفض في التكاليف الادارية، ده كله يؤدي الى زيادة ارباح التشغيل عندي. أما الأثر التجميعي فهندرس بعض هذه الآثار اللي هي المزايا الضريبية، هنشوف بعد كده كيف نستفيد من الاندماج في تخفيض الضرائب. وقلنا قبل كده إن المنشأة الكبيرة، يعني لو حصل اندماج حجم المنشأة هيبقى كبيرة، يبقى إذا تكاليف إصدار الأوراق المالية هتقل. لسبب بسيط، الإصدار على نطاق كبير يؤدي إلى تخفيض تكاليف إصدار الأوراق المالية. تكاليف الإصدار بتاع الأوراق المالية دي تعتبر زي التكاليف الثابتة، لما أوزعها على حجم كبير إذن هينخفض تكلفة الوحدة من تكاليف إصدار الأوراق المالية. بعد كده انخفاض المخاطرة، وانخفاض المخاطرة ده برضك هنتأمل أثر الاندماج ما بين الشركتين على مخاطر الإفلاس. لو حصل اندماج مخاطر الإفلاس ممكن تقل، وده بنسميه اللي هو الأثر المالي للاندماج. يبقى الأثر المالي للاندماج ممكن في عندي مزايا ضريبية، يبقى أستفيد من الانضمام مع شركة أخرى، انضمام شركتين، وده هيؤدي إلى تحقيق بعض المزايا الضريبية، هنشوف هذا الموضوع. بعد كده لما أجي أصدر أوراق مالية على نطاق واسع، تكاليف الإصدار بتاعة هذه الأوراق المالية تكاليف ثابتة، إذا بتنخفض تكلفة الوحدة من هذه التكاليف الثابتة. قد يؤدي برضك الأمر من نتيجة الاندماج إلى تخفيض المخاطر بتاع الإفلاس. السبب الأخير لحدوث الاندماج قد يكون لأسباب ترجع إلى تخفيض المخاطر. حقيقة الأمر إن تخفيض المخاطرة هنا يمكن للمستثمر بنفسه إن هو يقوم بعملية تخفيض المخاطر عن طريق إن هو يكون محفظة من الأسهم.
يعني أنا كمستثمر فردي أستطيع إن أنا أدخل السوق وأشتري أسهم شركات متعددة. يبقى في الحالة دي بعمل محفظة من الأوراق المالية. المحفظة بتاعت الأوراق المالية دي المخاطرة بتاعتها، مخاطر هذه المحفظة بتكون أقل من المخاطر بتاعت الأسهم الفردية المجتمعة. يبقى أنا أستطيع كمستثمر بدون ملجأ إلى عملية الاندماج، بدون ما الشركة تلجأ إلى الاندماج، أنا كمستثمر أستطيع أن أكون محفظة من الأوراق المالية. وطالما بعمل محفظة من الأوراق المالية يعني بنوع في استثماراتي، يبقى درجة المخاطرة اللي أتعرض لها هذه المحفظة هتكون أقل من درجة المخاطرة اللي بيتعرض لها الاستثمارات الفردية المجتمعة. هنتناول بالشرح كيف يمكن استخدام الاندماج من أجل تخفيض أو تحقيق مزايا ضريبية. الشركات الخاسرة احنا عارفين بتدفعش ضرائب، مش كده وبس، ده ممكن يكون لها إعفاء ضريبي كمان، ممكن يكون لها إعفاء ضريبي، يعني ليها وفرات ضريبية نتيجة تحقيق الخسائر. فلو كان عندي شركة كبيرة، هذه الشركة الكبيرة بتحقق مبالغ كبيرة من الأرباح، هذه المبالغ والشركة أو هذه المبالغ الكبيرة من الأرباح هتخضع لشريحة ضريبية عالية. يبقى في الحالة دي قد تفكر الشركة ذات الشرائح الضريبية العالية، بالذات إذا كانت بتحقق أرباح كتيرة، في طلب ضم أو طلب اندماج شركة خاسرة إليها. المثال واضح قدامي، إن الشركة ألف بتحقق أرباح 250 مليون، الشركة ب بتحقق خسائر 70 مليون. الشرائح الضريبية الشركة بتحقق كام؟ 250 مليون جنيه. هتخضع للشريحة الضريبية الثالثة اللي احنا بندفع فيها 50% من الضرائب. أنا لو ضميت الشركة ب إلى الشركة ألف، إيه اللي هيحصل في الربح الخاضع للضريبة؟ الربح الخاضع للضريبة هيقل، إذا ممكن أنتقل إلى شريحة ضريبية أقل، وده اللي هنشوفه في الحالة. هنا هنشوف موقف الضرائب في حالة الشركتين، موقف الضرائب في حالة الشركتين قبل الاندماج وبعد الاندماج. قلنا الشركة ألف الشريحة أول حاجة هي بتحقق دخل 250 مليون، هتخضع لشريحة ضريبية 50%، يبقى هندفع ضرائب عن 50% عن 250، هندفع 125 مليون جنيه. لكن تعال نشوف لو حصل، وطبعا الشركة ب فيها خسائر إذا مش هتدفع ضرائب، لو حصل اندماج إيه اللي هيحصل؟ إحنا عندنا هنا ربح الشركة ألف 250، أما الشركة ب ففيها خسائر 70، يبقى وعاء الضريبة هنا أو وعاء الضريبة اللي هو المبلغ اللي هدفع عنه الضريبة 180 مليون. يبقى أنا هنا مش هخضع للشريحة الضريبية اللي هي بتاعت 50 مليون، بتاعت 50%، مع ال 50% دي شريحة الدخل اللي أكتر من 200، لكن دلوقتي أنا انتقلت إلى شريحة ضريبية أقل، وهي بندفع فيها كام؟ 30%، يبقى هندفع 30% عن ال 180، هندفع 54 مليون. لاحظ كده، الأول أنا كنت بدفع كام؟ بدفع 125 مليون، لكن بعد الاندماج هدفع كام؟ هدفع 54 مليون جنيه. يبقى إذا ممكن نفسر حدوث عمليات الاندماج أو السيطرة أو الاستحواذ لأسباب ضريبية، لأسباب ضريبية، إن الشركات اللي بتخضع لشريحة ضريبية عالية ممكن نقلل الضرائب بتاعتها عن طريق إن نستحوذ أو نضم شركة خاسرة إلينا، علشان أقلل من وعاء الضريبة، فبالتالي أقلل من الضريبة اللي بدفعها. معانا دلوقتي موضوع كيفية استخدام الاندماج من أجل تجنب مخاطر الإفلاس. احنا عارفين
أن الشركة المقترضة بتلتزم بسداد الفوائد ورد أصل القرض، يعني عليها أعباء تمويلية، وعدم القدرة على خدمة القرض، يعني عدم القدرة على سداد القرض والفوائد يؤدي إلى إفلاس الشركة. يبقى إذا كان هناك احتمال أن تكون التدفقات النقدية أو المكاسب بتاع الشركة أقل من مبلغ القرض، يبقى في هذه الحالة عندي احتمال إفلاس الشركة، وجود احتمال لإفلاس الشركة. طيب سؤال بقى، هل يمكن أن يؤدي اندماج الشركتين اللي هم بياخدوا قروض، يعني الشركة الأولى مقترضة والشركة الثانية مقترضة، يبقى في احتمال إفلاس هنا واحتمال إفلاس هنا، هل يؤدي اندماج الشركتين إلى تقليل مخاطر الإفلاس؟ هي دي الحالة التطبيقية اللي موجودة معانا هنا. أول حاجة تعال نشوف موقف الشركة س. هنا عندي حالات اقتصادية مختلفة، ممكن تكون الحالة الاقتصادية سيئة، احتمال حدوثها 1 من 10، وده واضح ان هو احتمال ضعيف شوية. والحالة العادية احتمال حدوثها 3 من 10، الحالة الجيدة احتمال حدوثها 6 من 10. طب تعال نشوف لو حصلت الحالة السيئة، التدفق النقدي للمنشأة س هيكون 100، وهي عليها ديون 240، يبقى التدفق النقدي لا يكفي لتغطية الديون. يبقى في الحالة دي عندي احتمال 1 من 10 أن لا تستطيع الشركة سداد القرض، يبقى عندي احتمال واحد من عشرة إن الشركة تفلس. طيب لو حصلت الحالة العادية، يبقى التدفقات النقدية للشركة س 250، وهي عليها قرض كام؟ 240، يبقى يبقى لا يوجد احتمال لإفلاس الشركة، وذلك للقدرة على سداد القرض أو القدرة على خدمة القرض. طب نشوف الشركة ص. الشركة ص شبيهة بالشركة س تمام، هي عليها ديون 240، لو حصلت الحالة السيئة، تدفق النقد هيكون 100، يبقى في الحالة دي في احتمال 1 من 10 أن يؤدي أن لا تستطيع الشركة سداد القرض، نتيجة أن التدفقات النقدية أقل من قيمة القرض. يبقى في الحالة دي الشركة ممكن عندها احتمال 1 من 10 أن تتعرض للإفلاس. أما لو رحنا للحالة العادية، فالتدفقات النقدية 250، أعتقد دي أو إحنا زي ما إحنا شايفين الشركة تستطيع سداد القرض، يبقى مفيش هنا احتمال إفلاس. طيب يبقى شفنا دلوقتي احتمال إفلاس الشركة الأولى لوحدها 1 من 10، احتمال إفلاس الشركة الثانية لوحدها اللي هي كام؟ 1 من 10، ماشي كده؟ طيب ايه احتمال افلاس الشركتين مع بعض؟ يعني الشركة الاولى تفلس وفي نفس الوقت الشركة التانية تفلس، ده اللي هنشوفه في الاجابة. الحاجة التانية، طب لو حصل اندماج بين الشركتين، ماشي، هل يؤدي ذلك الى تخفيض احتمال الافلاس؟ يعني الى تخفيض عدم قدرة الشركة على سداد القرض أو على خدمة القرض، ده اللي هنشوفه بعد كده إن شاء الله. الخطوة الأولى في الحل، هنجيب احتمال إفلاس الشركة الأولانية ومعاها احتمال إفلاس الشركة الثانية ومعاهم احتمال إفلاس الشركتين معا قبل أن يتم الاندماج. المعادلة المستخدمة هنا عندي بيقول لي احتمال إفلاس أي من الشركتين أو الشركتين معا بيتحدد بالمعادلة دي، ح يعني احتمال الإفلاس. احتمال إفلاس الشركة س أن يكون التدفق النقدي بتاعها أقل من 240 اللي هو مبلغ القرض، واحتمال إفلاس الشركة ص أن يكون التدفق النقدي بتاعها أقل من قيمة القرض اللي هو 240. هطرح منه الاحتمال المشترك. الاحتمال المشترك بجيبه ازاي؟ بجيب احتمال إفلاس الشركة س، وهو ده الحالة اللي بيكون عندها تدفق النقدي أقل من
240 وبضربه في احتمال إفلاس الشركة ص اللي بيكون عندها تدفق نقدي أقل من 240. إذا الاحتمال احتمال إفلاس أي من الشركتين أو الشركتين معا قبل الاندماج هيساوي احتمال إفلاس الشركة الأولى اللي هو 1/10. إيه الواحد من عشرة دي؟ أن التدفقات النقدية للشركة س تكون أقل من 240. كذلك أيضا الشركة الثانية احتمال إفلاسها 1/10 اللي هو أن تكون التدفق النقدي أقل من 240. الجزء الثاني ده هطرح منه الاحتمال المشترك. الاحتمال المشترك أنا هضرب الاحتمالين في بعضهم. لو شفنا لو احنا جمعنا 1/10 و1/10 وطرحنا منه ناتج ضرب الاحتمالين هيطلع احتمال الإفلاس 19%. يبقى احتمال إفلاس أي من الشركتين أو الشركتين معا قبل عملية الاندماج 19%. يبقى في الحالة ديت عايزين نشوف بعد كده لو عملنا اندماج هل احتمال الإفلاس يقل ولا لأ. هو طيب لو حصل اندماج بين الشركتين هنحسب حاجة اسمها التوزيع الاحتمالي المشترك ما بين الشركتين للتدفقات النقدية. يعني هجيب التوزيع الاحتمالي للتدفقات النقدية بعد الاندماج. طب هنحسبه ازاي دوت؟ احنا 1/10 الاولانية دي ده احتمال الاحتمال الاولاني بتاع الشركة س، و1/10 التانية دي الاحتمال الاولاني بتاع الشركة ص. يبقى هنضرب هنا الاحتمال الاولاني بتاع الشركة س في الاحتمال الاولاني بتاع الشركة ص هيطلع 1/100. طب والتدفق النقدي؟ التدفق النقدي 100 ده اللي هو المقابل للاحتمال الاولاني بتاع الشركة س، والمية التانية ديت دوت التدفق النقدي المقابل للاحتمال الاولاني بتاع الشركة ص هيطلعوا 200. طب نروح للسطر التاني. السطر التاني خدنا نفس الاحتمال الاولاني بتاع الشركة س وضربناه في الاحتمال التاني بتاع الشركة ص. الاحتمال بتاع الشركة س 1/10، الاحتمال التاني بتاع الشركة ص 3/10. 1/10 في 3/10 يطلع 3%. نفس الكلام عملناه مع التدفقات النقدية زي الخطوة اللي قبل كده. المية دي ده التدفق النقدي الأول بتاع الشركة س. طيب و250 التدفق النقدي الثاني بتاع الشركة ص، هنجمعهم هيطلعوا 350. نروح للاحتمال الثالث. أول حاجة هناخد الاحتمال الأولاني بتاع اللي هو الشركة س 1/10 ونضربه في الاحتمال الثالث بتاع الشركة س. 1/10 في 6/10 يطلع 6%، ونحسب التدفقات النقدية زي اللي حسبناها في الخطوة اللي فوق. احنا خدنا هنا الاحتمال الاولاني للشركة س وضربناه في كل الاحتمالات للشركة ص. كذلك هناخد الاحتمال الثاني للشركة س ونضربه في كل الاحتمالات بتاع الشركة ص، وهكذا في الاحتمال الثالث. ومطلوب من حضرتك تكمل هذا الجدول. بعد ما نخلص الإعداد التوزيع الاحتمالي لكل التدفقات النقدية ونعيد ترتيب هذه التوزيعات الاحتمالية هينشأ عندي جدول زي اللي احنا شايفينه ده. ان عندي التدفق النقدي بعد الاندماج هيكون 200 او 350 او 500 او 550 وهكذا، والاحتمال المقابل لل 200 هو 1/100، والاحتمال المقابل لل 350 هو 6% وهكذا. طيب دي حاجه. الحاجه الثانيه احنا عارفين ان ديون الشركه الاولى 240 وديون الشركه الثانيه 240، هنجمعهم هيطلعوا 480. يبقى الديون المشتركة للشركتين 480. احنا دلوقتي هنشوف من خلال هذا الجدول ايه احتمال ان تكون التدفقات النقدية بعد الاندماج اقل من 480. اهو لو التدفقات النقدية كانت 200 يعني اقل من 480، يبقى عندي احتمال 1/100
أن الشركة بعد الاندماج تفلس. يبقى عندي دلوقتي احتمال 1 من 100 أن يتم الإفلاس بعد الاندماج، لأن التدفقات النقدية الداخلة أقل من مبلغ القرض. نروح للتدفق الثاني 350. 350 والديون عندي 450، يبقى هناك احتمال أيضا 6 من 100 أن الشركة تفلس. ليه؟ لأن التدفقات النقدية أقل من قيمة القرض. نروح للاحتمال الثالث 500 والديون كام؟ 480، يبقى مفيش هنا احتمال إفلاس. ليه؟ لأن التدفق النقدي أكبر من قيمة القرض. يبقى احتمال الإفلاس هو عبارة عن مجموع 1 من 100 ومجموع 6 من 100 اللي هو هيطلع 7 من 100. يبقى هنلاحظ دلوقتي قبل الاندماج كان احتمال الإفلاس 19 من 100، عملنا اندماج أدى إلى تخفيض احتمال الإفلاس إلى 7 من 100. يبقى ده نكون نقول إن ده مبرر، لأن الشركات تبحث عن الاندماج من أجل تخفيض المخاطر المالية للشركة، من أجل تخفيض احتمالات الإفلاس الناشئة عن عدم قدرة المنشأة على خدمة الدين. ودي كانت آخر حاجة في محاضرتنا النهاردة.